مش عارف مين السبب فيه ومين اللي بيسعى انه يوقع القانون ده. هل الدوله جد فعليا في ازمه مزمنه بالشكل ده ولا في ضغوطات عليها؟ عايز اعرف ايه السبب اللي بيخليه ان القانون زي كده ياخذ كل هذا او هذه المفاعيل الغريبه يعني. الاول بس انا خلينا نتكلم عن الاستشاره الجميله، هيدينا اخر التطورات اللي انا عارف ان بلد كنت عدى على امس تقريبا او النهارده امبارح كان فيها تفاصيل. فالاول نطلع على التفاصيل اخر مستجدات القانون ده وما توصل ليه، وبعد كده هنبدا